هلا حبي، هلا قلبي. ايه وين؟ زين لو دق عليك قبلها كان مريتك. رايح عندي شغل ضروري ضروري. زين ما تيجي تنطرين 10 دقايق حبي بس ارد يعني خلص شغل. ايه كلش دقايق بس. يلا يلا اوكي 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 ادبرها ادبرها. مشكلة وياه خلي بطلال يعني شنو اسوي. يلا 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 تنحل تنحل. دقيقة دقيقة حبي دقيقة دقيقة بس دقيقة. الحين الحين ادقعش بس عندك على فيت شمالي كان بس دقيقة بس. يا ربي فود حبي وينك؟ حلو فود شفت خط اسواق رين؟ طريق سبحان. اي تعال لي هني. اي عندي شغل ويا المرأة وخالي وياي ولازم ضروري ودي الحين. اي اي دقيقة حبي دقيقة دقيقة فهد امري دقيقة حبي. انزل انزل على ماي فهد ياخذك. الله ما افتش عليك ويك وربك وعيالي. انا بروح اضايق خلقي وانت تتنزل عيالي. ادري ادري عندي شغل. ادري والله شرم عليك. ادري عندي شغل. الحين انا ريال قاعد قدام. انت عندك شغل غصبا عليك وعشرة من اشكالك ما انزل وربك. زين ادري عندي شغل. خير يا طير عندك شغل. ادري ما انزل وربك كعبه ما انزل. دقيقه خلينا ندق على مرتي اقول لها ما تقدر تنزل. لا مرتي هذه بنتي. اوكي دقيقه خلينا ندق خلينا ندق حبي مو راضي انزل. والله ما انزل عشرة من اشكالك ما ينزلني. ايه والله ما يسع له وياه شلون. يلا يلا الحين الحين ادبر الحين ادبر الحين ادبر. يلا باي باي. تكفى انزل. والله شوف انا انزل والله العظيم اقول لك صدق وربك بعد ما اقول حياتي. انزل انزل والله. لا 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 انزل. لا لا انا ما جاني صدق. انزل والله انزل انزل والله انزل والله وربك خلاص عازم عازم. مغيزب مغيزب لي مصيبة. ما انا عارف شلون اطلع منها مصيبة. دقيقة دقيقة. الو ايه مو راضي مو راضي. هلا انا مالي ياهل عندك. دقيقة 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 الحين الحين اكلمة الحين اكلمة. دقيقة 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 خالد يمين اقطك مكدرس. والله والله كاش لا تسوي لي مشكلة. دقيقة خليني أكلمها. ألو أربط عزامك. ألو إيه أنا بروح أورب مكان مضايق هنا بعد. أدي يعني شنو أسوي له يعني شنو أسوي له؟ وين راح هذا؟ أعطيناه في الطبع. وين هذا الحزام؟ إيه أدري مو راضي ينزل. ما ينزل ورب كذا ما ينزل. دقيقة 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 اسكت اسكت. انا تفاهم انا تفاهم معاه. امي عندك تفاهم يا ابني. انت ليش حاكيني انا؟ دقيقه الو ايش تبي مني انا؟ انا ما قلت لك خل سيارتك هناك تعال الكمبيوتر. دقيقه دقيقه الو الحين يبغى اقول شغله ما اقدر انزل شلون؟ يلا هذا تاج الراس هذا الخال هذا انزل منه. لا والله ولا ربك. ايه انزل خالي ما هذا تاج الراس هذا بطلي هذا هذا حط على راسي انا. شنو؟ ايه انزله. شفيك خربتني يا اخي بالعدالة. تدرين هذا ابو طلال ما تدرين؟ تدرين هذا عين السح؟ خلاص لا تزفين لا تزفين. زين زين خلاص لا تريد لا تسرقين لا تسرقين. زين زين انزله انزله يلا انزله خلاص انزله قاعد اقول لك. نزل منو؟ خلاص وقفت على ثمان. يلا انزل انزل تكفى تسوي مشاكل. هذا يعيب عليك ورب الكعبه. يرحم امك. انزل دفنت امي بيصب عليك معي ورب الكعبه. عيب عليك هذه حرمه تلعب عليك. ادري شنو اسوي؟ شنو تقطع كلام الحرمه وتنزلني انا؟
تخيل والله لا انت ولا عشان الاشكال. باي يلا 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 مطرود مطرود يلا شنو يعني يلا يلا باي احطك بعيوني سكتني سكت قالت يلا اذا فاتو وربك احطك بعيوني ثنتينهم هذا الحين ما اقدر ارد البيت خلاص ردتني تعال عندي في البيت نام يا معود اي عندك في البيت صلى على النبي خالي ليش خلاص انت رد قالت لي اذا رديت البيت نعطيك سلسلتين ورنك تبي تذبحك اي تبي تقولي بلشتك بالسلسله اول شيء عند افاك بحط لك وشم على يبهتك والثاني رنك بصكك على خدك زين انا اقول لك شيء ما تزعل قول والله والله تقاسم فلوسك على بيني وبينها شنو فلوسك اللي عندك هذه اي اخذها مثل الماي والله اشتري لي رنج اشتري لي يخت اشتري لي بيت رنج على هالكبر ها ايش تبي برنج رنج رنج وهالكبر مينون يقول مينون قاعد يمشي بشارع انا الرنج يطيح علي اي يطيح عليك ولك انت وش ما يطيح عليك الحين بسألك سؤال والله الناس بتعرف كلهم يقولون لي ان خالك يعني مليونير عنده ملايين بس يقولون ما مبين علينا كنا ما عنده 10 دنانير ليش خالي؟ لا انا الحمد لله عندي اي ادري ليش الناس تشوف انه شكلك يعني ما عندك فلس واحد؟ لاني ما اصرف يعني مثلا اشتري سياره ضخمه او يكون عندي يخت او يكون عندي بيت ضخم او عندي الاشياء هذه او البس لبس الحمد لله لبسي عادي ايه يعني عشان كذي يعني الناس قاعد تشوف بس انت ما شاء الله عليك يعني والفلوس مالتك يعني ايش بتسوي فيهم انت بهالعمر يعني؟ انا عندي مليون عندي مليون ترى قاعد اصورك صور يا صدق قاعد اقول وليش ما تعطيني شيء؟ لا لا مليون تمان عندي مليون تمان عندي. يعني كم مليون تمان؟ ما يطلع يمكن 25 دينار او 27 دينار من الدكتور بعدين شو اسمه اوكي؟ يلا ماشي خمسين سنة بس لا ترفع صوتك في المستشفى نازل عند الدكتور اي شيء يكلمك اي شيء يسولف وياك خالي لا تسولف وياه ويا ابوي ولا تبوس خشم لان في ريحه ثوم لا والله والله العظيم اي لا تبشر ريحه ثوم قول ريحه رويد ادري ريحه خس ادري ايه فشلت ادري والله العظيم ربك عليك ادري مو فشلت لا كل خل افهمك ادري ما اقوى حق الناس لا انت الحين قاعد صورتني قاعد تقول ريحتك الحين عادي ما اكل ثوم يعني انا مصابك لا ما اكلت انت ما اكل شاورما من ساعة والله ما اكلت زين قول استغفر الله استغفر الله من ساعة انت ما اكلت شاورما مع خبز من ساعة على العصاري كذي اي كلت اي شلون تقول ما اكلت؟ اي خبز كلت شاورما المهم اذا سلم عليك سلم عليه من بعيد حط ايدك على حلجك لا 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 كذي حبي انت مجرم لا سلم عليه عادي زين بس ما تشوف هذا انت شوف بارك زارتنا البركه شلونك شخبارك السلام عليكم شلونك شخبارك الله يسلمك الله يخليك شخبارك الله يسلمك حياك الله كل ما لو تحلى حبيبي يا بعد عمري شخبارك شلونكم زارتنا البركه الله يبارك فيك الدكتور عساكم خير يا اهلا شلون كانت المقابله هذيك 100% زين اوكي سؤالك سؤالي انا قاعد اقول حق الدكتور مثل الولد يروح هناك المكان هذا المستشفى عدوله ياخذون منه انا هذا قبل الزواج قبل الزواج تحليل بين الزوج وزوجته يقولون حق الولد انت خلاص اوكي يعني مثلا بيكع يعني إيه؟ يقول حق الحرمه نفس الكلام اوكي إيه؟ يعني خلاص تنجبون تجيبون عيال إيه؟ لا طال عمرك هو انت كلامك صح لكن هو مع الاسف الشديد ما يفحصون الاشياء اللي انت قلتها يفحصون فقط تكسر الدم فيقولون لهم إيه؟ انتم مطابقين انكم إيه؟ ما تجيبون عيال مرضى عرفت؟ لكن هم ما يشيكون على الاشياء الاساسيه بس مثل فحص السائل المنوي ما يشيك هو بطلات شنو على باله؟
انه يقول يكون الاشياء الاساسيه بس ما يشيكون مع الاسف هذا شيء يعني بس ما يشيكون اي ما يخبس دكتور بدام انا لان كلامه صحيح عشان المشكله مرات التحليل ناس مثلا زوج يستحي تقول انا بسوي تحليل حالات المنويه عشان بالمجتمع ناس الخرمه بس عند المشكله يعني الزوج راح يسوي فحص بعدين متى بعدين بعد سنه سنتين ثلاث سنين بس يعني عشان سبحان الله الراجل مو كاوي نفس الخرمه صح. ومرات الاخوه الفكر لا انا زين ما عندي مشكله يعني قصدك ان المجتمع يعني هني يطلع العيب بالمرة مو فيه هو اي اوكي وصلت الرسالة يعني غزها تقول انه هني عندنا يعني بالكويت انه يقول مثلا ريال يستحي يقول انه مثلا مني انا العيب يقطها براس المرة فهم عندهم حل الحين حق الريايل اللي ما يقدرون بس نوصل للرسالة عن طريقكم للناس انه يا جماعة ترى الموضوع ما في مستحيل الموضوع موضوع اساسي ومهم جدا حقك وحق الأسرة وحق أسرة زوجتك على أساس إن الحياة تمشي صح أوكي أساس زواج الياهل شون أساس الزواج الياهل بالضبط إيه فأنت إذا تستحي شلون تبتنجي إذا الله سبحانه وتعالى يقول زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني إذا أنت مو قاعد تساعد مرتك في الموضوع هذا والمرأة مسكينة ما تبي تسولف ما تقدر تقول زوجي ما يقدر إيه صح فلا لازم ان انت تروح وتسال وبالذات ان احنا الحين قاعدين نقول قدام الجمهور وقدام الناس ترى يا جماعه في حلول عندنا الحين فضل من الله الدعامات قاعده تساعد الريايل اللي تبي انه يصير عندهم انتصاب ويضل طول العمر معاهم ويصير جماع ويصير عندهم عيال وذريه وانه يرتاح نفسيا ويريح تكلمنا عن الحياه الزوجيه هنا اللي ما في حياه زوجيه بالاساس صحيح حلو زين اذا في حياه زوجيه وما في عيال الله عليك اوكي هو لازم الزوجين يفحصون دكتور عشان في ناس مثلا ما يندخهم كلش خانات المنويه صفر احنا نقدر نساعد الناس عشان يبون عيال على طريقه اطفال نبيك مع تكنيك وهذا الصور المعلقه كلهم هذه بس هذا بس في كل اطفال نبيك كل اطفال نبيك ما شاء الله غزك اللي بالنادي ياخذون تستوستيرون وغروث هذا يسبب صفر صفر وبعدين تروحون زواج ويبون عيال وبعدين يسوون فحص وما في خانات المنويه كلش وحتى الكابتن يقول عادي صحيح ايش النادي عشان تبدا توقف التستوستيرون بعدين راح يصير تبيع ما يصير عشان يبيع 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 الابره ويقول عادي تقدر تجيب عيال حكي فاضي حكي فاضي تجاره على اف الناس دكتور لا قاعد اقول لك قاعد اقول تجارة على فناس يعني يقصون على واحد يقول هذه ابره ادخل جسمك سكس باك وعادي عرفت ها بس هم بعد خلنا نقول ان قله علم يعني قله علم يعني ما نبي نظلم الناس انه مثلا يقصون عليهم قله علم فاحنا الحين من خلالك فهد وخلال ابو طلال احنا قاعدين نقول حق الناس انه يا جماعه ديروا بالكم ديروا بالكم يعني ما تسوى عليك انت معضل وما يصير عندك ظلم ما صح العب مو عيب بس هو ما احب اي سوي فيديو يو نو هو ذس وان وات هي ميك فيديو وير يو سي يوتيوب يقول متابعك باليوتيوب ها في اليوتيوب ولا في التاير